ويرحل عنه مودعا إياه. فنسمع صوت محادثة بين الوحش وغريغ، حيث يقول الوحش لغريغ أن يأتي، فلديهما الكثير ليقوما به. فيرد غريغ: وبعدها سترشدنا إلى البيت؟ فيرد عليه الوحش أنهما اتفقا على ذلك بالفعل. I have to go now. Goodbye, Wirt. Yes, come, Gregory. There is much to be done. And then you'll show us the way home, right? Of course. We made a promise, didn't we? Greg. Greg. هذا تصرف ما كان غريغ ليفعله. ما الذي حصل بالضبط؟ لماذا استغنى غريغ عن ويرت بهذه السهولة؟ ولماذا قال الوحش أنهما اتفقا على ذلك بالفعل؟ في الواقع غريغ لم يستغني عن ويرت. غريغ مقتنع تماما من داخله أن ما يفعله الآن سيساعدهما هما الاثنان في العودة إلى بيتهما. فإذا دققنا نلاحظ أنه قال للوحش: وبعدها سترشدنا إلى البيت، ولم يقل: وبعدها سترشدني إلى البيت. غريغ يظن أنه يتعاون مع الوحش لكي يساعده هو وورد في العودة إلى البيت. ولكن ماذا كانت أمنية غريغ من ملكة الغيوم؟ معظم متابعي البرنامج خرجوا بنظرية منطقية جدا هنا، وهي أن حلم غريغ عن مدينة الغيوم وملكة الغيوم كان كله من تلاعب الوحش بدماغ غريغ. كان من الممكن أن يظل هناك أمل عند غريغ بعدما يستيقظ في أن يفك فروع إيدلوود عن ويرت وينقذه، ولكن الوحش هيأ جواً من اللطافة والحب في حلم غريغ ليستقبل غريغ في نهاية الحلم فكرة أن ويرت أصبح بين يدي الوحش الآن ولا يمكن إنقاذه. وتم تقديم هذه المعلومة على لسان امرأة طيبة لطيفة كي يصدقها غريغ. أما أمنية غريغ من ملكة الغيوم فلا يعلمها أحد حتى الآن، وأحتاج معرفة نظرياتكم في التعليقات. ولكن الأكيد أن الوحش جعل غريغ يقتنع في نهاية حلمه أن الشخص الوحيد الذي سيساعده هو الوحش. ولهذا رأينا الوحش يذكر غريغ بأنهما اتفقا بالفعل على أنه سيرشدهما إلى البيت. هكذا ضمن الوحش الاستحواذ على كل من غريغ وويرت. غريغ لن يحاول إنقاذ ويرت من التحول إلى شجرة إيدلوود، وسيأتي لعنده بكامل إرادته حيث سيباشر عملية الاستحواذ عليه هو الآخر. آخر آخر آخر. في تلك اللحظة يستيقظ ويرت مذعوراً وينادي على غريغ، فلا يسمع سوى صوت الوحش يغني بصوته الرخيم من بعيد كعادته. فيزداد ويرت ذعراً وينادي على غريغ بصوت أعلى، ويفك أغصان إيدلوود التي تقيده غير مكترث بضفدع غريغ الذي قال غريغ أنه تركه عنده ليعتني به. يجري ويرت باحثا عن غريغ في الأنحاء، لكنه ينزلق أثناء جريه فوق الثلج فيقع على الأرض وقعة قوية. يأخذ بضعة ثوان حتى يتمكن من القيام منها مجددا، فيسمع أصواتا بعيدة لغريغ تتبادل مع صوت غناء الوحش. فيجري ويرت في ذلك الاتجاه، ولكن يتضح أن المنطقة التي وصل إليها ليست أرضاً صلبة كباقي الغابة، وإنما هي ذاك النهر الراكد شديد العمق الذي كان بجوار المنطقة التي نام فيها. ولكن غطته الثلوج من الأعلى، فتحول سطح الماء العلوي لجليد صلابته مؤقتة. لم يدرك ويرت ذلك، فقد كسر الجليد تحته أثناء جريه وسقط إلى أقصى أعماق المياه الباردة المظلمة وفقد وعيه. لاحقاً وبعد مرور فترة لا نعرفها، نرى شباك صيد يتم إنزالها بواسطة زعانف سمكة، فيتم إخراج ويرت ويتم وضعه على قارب خشبي، ونسمع صوت فتاة تنادي: ويرت، ويرت، هل هو على قيد الحياة؟ ويرت ما زال حياً ولكنه فاقد للوعي ويرتجف من البرد. محاولات نداء صوت الفتاة المتكرر يجعل ويرت يفتح عيناً من عينيه بصعوبة ليرى بشكل جزئي أن صاحبة الصوت هي بياتريس. يحاول ويرت جاهداً أن يتحدث، ولكن يبدو أن جميع أجزاء جسده مشلولة من البرد فلا يتمكن من النطق. نرى أن القارب الخشبي الذي يحدث فيه هذا المشهد هو نفس القارب الخشبي الذي تجلس عليه تلك السمكة المكتئبة التي ظهرت سابقاً وهي تحاول الصيد من الماء، فقد استعانت بها بياتريس لإنقاذ ويرت. ويا لإبداع الإخراج في تصوير الحالة، لقد خرق المستحيل، فحتى السمكة البائسة تمكنت من صيد البشر من النهر في نهاية المطاف، ورغم ذلك لا تزال نجاة غريغ وويرت تبدو مستحيلة. ويبدو أن ويرت تم إنقاذه من النهر في نفس الليلة التي سقط فيها، فالثلج ما زال يتساقط والجليد ما زال يغطي النهر،
والسمكة ما زالت تصطاد، والليل ما زال مستمراً. الفصل التاسع. إنه أول فلاش باك نعود به لماضي ويرت وغريغ، ما قبل كل هذه الأحداث، قبل أن يضيعا في المجهول ويصبحا تائهين في الغابات، حيث نسمع أغنية جميلة ونرى ويرت يرتدي ملابس حديثة نوعاً ما، جالساً على سريره وهو غارق في التفكير وكأنه يستمع لتسجيل ما. لا نسمع نحن ذاك التسجيل، بل نسمع تلك الأغنية الجميلة فحسب. فينهض ويرت من سريره ويستكمل تفكيره وهو يمشي ذهاباً وإياباً في غرفته، فنرى غرفته والتي نلاحظ فيها الكلارينيت التي عرفنا سابقاً أنه ماهر في العزف عليها، ونرى بعض الأوراق والأقلام المتناثرة هنا وهناك، ومشغل أشرطة كاسيت على الطاولة، وهو مصدر صوت التسجيل الذي يستمع إليه ويرت والذي يجعله يفكر بعمق. يقوم ويرت بإخراج شريط الكاسيت من الجهاز والذي يتضح أنه مكتوب عليه إلى سارة، فيقوم بتخريب الشريط ورميه على الجدار، ومن ثم يعيد التفكير مجدداً فيجلبه ويصلحه بإعادة لفه مجدداً، ومن ثم يحضر صندوق هدايا قديماً فيجد فيه قبعة مخروطية وهي نفس قبعته التي ظهر يرتديها منذ بداية البرنامج، ويصعد للعلية فيجد في صندوق قديم رداءً تنكرياً وهو نفس ردائه الذي ظهر يرتديه منذ بداية البرنامج، فيرتدي ويرت القبعة والرداء وينظر إلى نفسه في المرآة سعيداً بشكله، ويخرج من بيته والذي يتضح من تزيينه أنهم في عيد الهالوين، وأن زيه هذا لم يكن سوى زياً تنكرياً للهالوين. فيمسك ويرت تسجيله الموجه لسارة ويقول: نحو المجهول. لم يكن ويرت يعلم أن هذه ستكون آخر مرة يرى فيها بيته لفترة من الزمن. يصل ويرت إلى ملعب كرة قدم أمريكية، حيث يقف متابعاً من الخارج شخصية من المشجعات متنكرة في زي نحلة، ونرى غريغ خلفه يترك بيت سيدة عجوز يناديها بالسيدة دانييلز بعدما حصل منها على الحلوى كعادة الأطفال الأمريكيين في ليلة الهالوين. وهذا يفسر لماذا كان غريغ يحمل الكثير من الحلوى في الحلقة الأولى التي كانت تدور أحداثها في نفس الليلة التي ضاع فيها في المجهول. وجد غريغ في حديقة بيت السيدة دانييلز أيضاً صخرة صغيرة مرسوم عليها وجه، وهي الصخرة التي رأينا غريغ يحملها طيلة أحداث البرنامج، ويبدو أن المشهد العاشر من مقدمة الحلقة الأولى كان يظهر أخذ غريغ لهذه الصخرة من بين النباتات الموجودة في حديقة بيت السيدة دانييلز. يلاحظ غريغ أن ويرت غير مهتم، فيسألهما إذا كان يريد أن يذهبا للبحث عن الضفادع، فيرد ويرت أنه مشغول الآن. يقرأ غريغ عبارة إلى سارة على شريط الكاسيت الذي يحمله ويرت، فيسألهما إذا كان سيعطي هذا الشريط لسارة النحلة، وهو ما يعني أن تلك المشجعة التي يراقبها ويرت هي سارة، ولكنها متنكرة في زي نحلة. فيجيب ويرت أنه يريد إعطائها الشريط لكنه لا يستطيع، فيطلب غريغ من ويرت أن يعطيه الشريط ليلقي نظرة عليه، فيعطيه إياه، ويهرب غريغ قائلاً أنه سيسلمه لسارة عوضاً عن ويرت، ولا يتمكن ويرت من منعه. أثناء جري غريغ نحو سارة يتوقف عند شاب وفتاتين في الجوار من زملاء ويرت، فتسأله واحدة من الفتاتين عن الشيء الذي من المفترض أنه متنكر على هيئته، فيجيب غريغ أنه متنكر على هيئة فيل، وهو يفسر سبب وضعه ذلك الإبريق المعكوس على رأسه طيلة أحداث البرنامج. تأخذ الفتاة من غريغ الشريط وتسأله عن ماهيته، فيخبرها أنه شريط مسجل من ويرت لسارة، فتغيظ الفتاة ويرت وتسألهما إذا كان يريدها أن تسلم الشريط لسارة، فيرتبك ويرت ويخبرها أنه لسارة غير سارة التي يعرفونها، فيفضحه غريغ ويقول أن سارة التي يقصدها ويرت هي التي كان يراقبها طوال الليل. فتقول الفتاة الأخرى لويرت أنه إذا أراد الاعتراف لسارة عليه الإسراع، كون جيسون فاندربيركر سيطلب من سارة الخروج معه في حفلة الهالوين تلك الليلة. إنها نفس الأحداث التي كان ويرت يحكيها لبياتريس عندما كانا جالسين حول النار في تلك الليلة. ينصدم ويرت وتظهر عليه تعابير الحزن والارتباك ويهرب مع غريغ، ونلاحظ بقاء شريط ويرت المسجل مع تلك الفتاة. في تلك الليلة نرى ويرت وغريغ يمشيان في إحدى شوارع مدينتهما، وفي خلفية المشهد نسمع أصوات ضفادع كثيرة بجوار المدينة. فيقترح غريغ على ويرت مجدداً أن يذهبا لمطاردة الضفادع،
يرفض وورت مهموما بأمر سارة وجيسون فاندربيركر. وبذكر هذا يلاحظ وورت أنه نسي شريطه المسجل مع تلك الفتاة، فيتوتر ويقول أنه لا يريد أن تسمع سارة ذلك التسجيل كونه يتضمن أبياتا شعرية دندنها بصوته مع عزفه على الكلارينيت، وهو ما يبين لنا لماذا كان محتارا في البداية بين تخريب هذا الشريط أو اعتماده. يتخوف وورت من أن ما سيحصل هو أن سارة ستستمع للشريط مع جيسون فاندربيركر وسيضحكان عليه حينها، فيقرران أنه قبل كل شيء على وورت استعادة الشريط من تلك الفتاة بأسرع وقت. يصلان للملعب فيجدان الكل يغادر وقد انتهت المباراة، ولحسن حظهما يلحقان زملاء وورت الذين بقي معهم الشريط، فيسألهم وورت عن مكانه. تخبره الفتاة أنهم وضعوه في جيب معطف سارة لأجل وورت، وأن سارة الآن تخلع زي النحلة في كوخ تبديل الملابس. يجري وورت وغريغ نحو معطف سارة، لكنهما لا يلحقان استعادة الشريط، فقد خرجت سارة من الكوخ. وعندها نراها لأول مرة، إنها فتاة بعمر وورت ذات بشرة داكنة، ولكنها لونت وجهها بالأبيض لتبدو كهيكل عظمي كتنكر من أجل الهالوين. تأخذ سارة معطفها وترتديه وتركب دراجتها وتنطلق نحو حفلة الهالوين. يجري وورت وغريغ خلف سارة دون أن تشعر، ونلاحظ في هذه الأثناء سيارة شرطة في إحدى الشوارع المجاورة تعمل على مراقبة أمن المواطنين والتأكد من عدم مخالفة أحد للقانون أو ارتكاب الجرائم في ليلة الهالوين. وصلت سارة إلى بيت مجاور حيث حفلة الهالوين. يجري غريغ ويدخل البيت ويتبعه وورت، وكالعادة سبب غريغ بعض الإحراج لوورت أمام زملائه. يجري وورت في البيت بحثاً عن سارة فاصطدم بها، ويظهر أنها خلعت معطفها. تفاجأت لرؤيته وقالت أنها كانت تتساءل ما إذا حضر الحفلة أم لا، فتخبره سارة أنهم ذاهبون إلى المقبرة ليتسكعوا فيها بعد الحفلة، وتقترح عليه الذهاب معهم. عندها يظهر جيسون فاندربيركر لأول مرة، والذي يبدو محرجاً وغريب الطباع من طريقة كلامه. فيسأل سارة ما إذا كانت جاهزة للذهاب معه، ويلقي التحية على وورت. تسأل سارة وورت ما إذا كان سيذهب معها ومع جيسون، فيرفض وورت ويخبرها أن تذهب وتستمتع بوقتها مع جيسون. فتقول له سارة أن بإمكانه الحضور لاحقاً إذا أراد، وترحل مع جيسون. يلاحظ وورت معطف سارة في الجوار، فيذهب نحوه ويحاول استخراج الشريط منه، فيجد سارة قد أتت مجدداً كونها لاحظت أنها نسيت معطفها. وعندما وجدت وورت يمسك المعطف شكرته ظانة أنه كان يحاول أن يعطيها إياه، فتأخذ المعطف وترحل. يبدو أن مخاوف وورت كلها تحققت، لم يتمكن من استعادة الشريط، وسبقه جيسون في الخروج مع سارة. تصل سارة وجيسون وبعض الزملاء إلى المقبرة والتي اسمها الحديقة الأبدية، وأريدكم أن تتذكروا هذا الاسم. ونلاحظ ارتداء سارة لمعطفها هنا، ومجدداً يلحقها وورت وغريغ على أمل استعادة الشريط. وداخل المقبرة يسمع غريغ صوت ضفدعه الذي كان مرافقاً إياه منذ الحلقة الأولى. إنه صوته المميز، ولكن نحن الآن في فترة ما قبل جميع أحداث البرنامج، وغريغ لا يعرف ذاك الضفدع بعد، ولكن من الواضح أنه في مكان ما في الجوار، وسيتعرف عليه غريغ وورت في وقت قريب. يختبئان خلف شاهدين من شواهد القبور، ونلاحظ أمراً غريباً جداً. الشاهد الذي يختبئ خلفه غريغ مكتوب عليه اسم كوينسي أنديكوت. أجل، إنه قبر ذاك الثري صاحب القصر، ولكن كيف؟ كيف لكوينسي أن يكون ميتاً الآن مع أن غريغ وورت سيذهبان إلى قصره لاحقاً بعدما يضيعان وسيقابلانه هناك؟ المهم، يقول غريغ خطته الغبية، وهي أنه سيقوم بإلهاء زملاء وورت بالتظاهر بأنه فيل ميت بحكم أن هذا هو تنكره، وسيحصل وورت في تلك الأثناء على الشريط. فيأمر غريغ أن ينفذ خطته بسرعة. يظهر غريغ أمامهم بشكل غبي جداً، وهو يلوح بالإبريق المقلوب الذي كان فوق رأسه قائلاً أنه الفيل عديم الرأس. فيبدأ الكل بالضحك عليه، مدركين أنه أخو وورت، فيسألونه عن وورت ويدلهم على مكانه بحماقة. يحاول وورت الاختباء، إلا أن قبعته الطويلة ظاهرة للجميع من خلف شاهد القبر، فيفقد الأمل ويظهر نفسه لهم. ولكن قبل أن يتفوه بأي شيء تصل سيارة الشرطة، والتي ينادي الشرطي منها بالمكبر أنهم جميعا مقبوض عليهم، معتبرا إياهم تجمعا من السحرة.
فيخافون ويبدأون بالجري هربا من الشرطة، إلا أن الشرطي ينادي عليهم مجددا قائلا أنه كان يمزح معهم. يستمر غريغ وورت بالجري، ويقوم غريغ بتوجيه وورت إلى اتجاه معين فيصلان إلى حائط المقبرة، أو بمعنى آخر حائط الحديقة الأبدية. ويقول غريغ أنه سمع صوت الضفدع يصدر من هذه الجهة، ولهذا وجه وورت إلى هنا. فيتسلقان حائط الحديقة الأبدية، وعندما يصلان إلى قمته يرى وورت سارة وجيسون وقد اختبأ من الشرطة خلف تمثال حجري كبير في المقبرة. ويرى وورت سارة تخرج الشريط من جيب معطفها مستغربة من كون اسمها مكتوبا عليه، وجيسون فاندربركر يدعوها ليستمع إلى التسجيل سوية. هذه كانت اللحظة التي فقد فيها وورت الأمل من كل شيء. أمرهما الشرطي بالنزول من فوق الحائط كي لا يؤذيا نفسيهما، فقررا النزول ولكن نحو الجانب الآخر. أجل، لقد نزلا خلف حائط الحديقة. المكان خلف حائط الحديقة يبدو مظلما وغير مخدم من المدينة. وورت بدأ يلوم غريغ على أنه السبب في تدمير حياته، وأن والد غريغ أيضا ساهم في تدمير حياته، والذي كان مصرا على انضمام وورت لفرقته الموسيقية المتجولة والتي رفض وورت أن ينضم لها. بالمناسبة، هذه قصة لم يتم ذكرها من قبل في أي حلقة سابقة في البرنامج، لكن يبدو أن هناك مشكلة ما بين وورت ووالد غريغ. وبينما هما يتحدثان يسمع غريغ صوت ذاك الضفدع مجددا، فيتبع مصدر الصوت ويجد في الشجيرة المجاورة الضفدع الذي نعلم أنه رافق غريغ طيلة أحداث البرنامج. هذه هي المرة الأولى التي يتعرف فيها غريغ على هذا الضفدع اللطيف، وربما غناء الضفدع أغنية بعنوان خلف حائط الحديقة في الحلقة السادسة لم تكن إشارة إلى اسم البرنامج فحسب، بل أيضا إشارة إلى المكان الذي وجد فيه غريغ الضفدع لأول مرة. يقول غريغ هنا أن عليهما تسمية الضفدع، ولهذا نرى غريغ يفتتح الحلقة الأولى باقتراح أسامي مختلفة لتسمية الضفدع. أحداث الحلقة الأولى بالمناسبة تبدأ بالحصول مباشرة بعد قليل في نفس هذه الليلة. وكذلك نرى غريغ على مدى أحداث البرنامج كان يطلق على الضفدع أسامي مختلفة، مثل كيتي، وورت، وورت جونيور، جورج واشنطن، بنجامين فرانكلين، الدكتور خيار، سكيبر، ورونالد. المهم، يصرخ وورت مجدداً على غريغ ويتبرأ منه ومن ضفدعه، وبينما هما في هذه الحالة يلاحظان ضوءاً قوياً يقترب من بعيد، فيلاحظان أنهما يقفان على سكة قطار وأن القطار يقترب بسرعة هائلة، فيقفز وورت وغريغ من سكة القطار في اللحظة الأخيرة، ليتضح أنهما قفزا نحو منحدر عشبي ضخم لم يكونا يلحظان وجوده، فتدحرجا بعنف نحو الأسفل، وتبين أن المنحدر ينتهي في الأسفل عند بحيرة، فسقطا في أعماقها مع ظلام الليل وبرودة الماء وفقدا الوعي تماما. بطلان الآن في مكان بعيد جدا عن العالم، بعيدا عن أضواء المدينة الخلابة، وبعيدا عن احتفالات الهالوين الصاخبة، وبعيدا جدا عن الحياة نفسها. أجل، بطلان الآن أقرب إلى الموت من الحياة. ينتهي الفلاش باك ونعود إلى الأحداث في الحاضر، وتحديداً في الليلة التي قامت فيها بياتريس بإنقاذ وورت من ذلك النهر المتجمد، حيث نرى وورت داخل جذع شجرة محاطاً بعدد من العصافير الزرقاء متدفئين من برودة الجو. وها قد استيقظ وورت للتو بعدما كان فاقداً للوعي، فتحاول إحدى العصفورات إطعامه بعض التراب معاملة إياه كعصفور، فيسألها ما إذا كانت هي بياتريس، فتنصدم العصفورة من كون وورت يعرف اسم ابنتها. أجل، هذه العصفورة هي والدة بياتريس، ويبدو أن بقية العصافير هم عائلتها. فتخبره والدة بياتريس أن أحداً ما تركه هو والضفدع أمام الجذع الذي يختبئون فيه، فقرروا إدخالهما وتدفئتهما. هنا يفهم وورت أن بياتريس هي التي تركته هو والضفدع أمام مكان احتماء عائلتها، فوورت متذكر أن بياتريس هي التي أنقذته من النهر الجليدي. أما الضفدع فلم يهتم وورت به بعدما رحل غريغ وطلب من وورت أن يعتني به. وورت ترك الضفدع في مكان ما في الجوار وركض باحثاً عن غريغ، ويبدو أن بياتريس وجدت الضفدع لاحقاً بعدما أنقذت وورت من النهر الجليدي وأحضرت كلاً من وورت والضفدع إلى عائلتها. ولكن بياتريس هربت ولم تظهر نفسها أمام عائلتها، فنحن نعلم أن بياتريس قطعت عهداً مع نفسها بأن لا تعود لعائلتها حتى تتمكن من إعادتهم بشراً مجدداً.
يسأل ويرت والدة بياتريس عن غريغ، فتجيبه أنها لم تره أبداً. فيقرر ويرت الخروج لاستكمال البحث عنه. تنصحه والدة بياتريس بعدم الخروج في عاصفة ثلجية قاسية كهذه، وأنه إذا مات لن يكون مفيداً لأخيه. فيرد ويرت رداً مفعماً بالندم، وهو أنه لم يكن مفيداً لأخيه أبداً وهو حي. الأمر لن يختلف كثيراً إذا مات في العاصفة وهو يبحث عن غريغ. يشكر ويرت عائلة بياتريس لحمايته ويأخذ معه الضفدع ويرحل في العاصفة الجليدية. فتبلغه والدة بياتريس أن يحضن بياتريس لأجلهم إذا رآها مجدداً. وهكذا ينتهي الفصل التاسع. Have you seen my brother? No, I'm sorry. No, I gotta go. Let's go find Greg. You're in no shape to head into that snowstorm, young man. You'll be no good to your brother dead. I was never any good to him alive, either. Greg! Greg!